جاهزين لاسئله الشاشه؟ اتفضل. جاهزين لاسئله الشاشه. اللي فات دي كانت اسئلتي، اللي جايه دي كلها اسئله الشاشه. حاجات صعبه بقى اسئله الشاشه. ماشي يا جماعه، لو ينفع الشاشه اللي هنا عشان تبقى قريبه علينا. افضل ظهير ايمن في الدوري، عمر جابر، باسم علي، بدايه مع كابتن خالد. راي حضرتك؟ لا، عمر جابر عامل ماتشات ولا اروع، وبصراحه يعني رجع لمستواه، سرعات، كروسات، حاجه محترمه جدا. لا طبعا عمر جابر من اللعيبه المحترمه جدا. عمر جابر يعني لعيب كويس، لعيب وخبره وخبره وعنده روح والحاجات دي مهمه جدا، ومحترم وملتزم. حاجه ولعيب تكتيكي، خلي بالك في وقت من الاوقات كان بيلعب في نص الملعب ولعب في ولعب باك ليفت ولعب كل حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. اللي بعده كابتن سيفي بقى. كابتن سيفي، افضل ظهير ايسر في الدوري، احمد فتوح، جوزيف جوناثان. احمد فتوح. كابتن خالد. لا، احمد فتوح طبعا، بس جوناثان برضو من اللعيبه الجميله جدا اللي بتعجبني انا شخصيا. من اللعيبه الهايله بقى، انك ما شفناش باك ليفت محترف. لا لا لا، من اللعيب. وعلى فكره هو والراجل بتاع البنك الاهلي برضو، الولد دوت اللي كان بيلعب في البنك الاهلي الافريقي بيلعب باك ليفت. أيوة. اللي كان بيلعب في وادي دجله برضو، من الباكات اللي هي برضو يعقوبو. يعقوبو. تمام. اللي بعده افضل محترف في الدوري، كابتن خالد، فيستون مايلي، يا وانور، فخري لاكاي. لا، فيستون مايلي من الفراوده المؤثره جدا. لعيب متحرك، هداف، بيلعب بدماغه، بيلعب برجله. لا، من الهدافين المحترمين، تحركاته في ال 18 كمان عاليه جدا. انا بصراحه فيستون مايلي. فيستون مايلي. كابتن صيفي. انا احب فخري لاكاي، يعني برضو شايف ان هو ستايل ستايل، بس مش سترايكر. هو بيلعب هو افضل. لا. هو كان السؤال افضل محترف ولا افضل سترايكر يا جماعه؟ عشان لو نجيب السؤال تاني، يعني انت بتتكلم لو سترايكر ولا لا؟ لا، كاحسن محترف. لا، هو افضل محترف في الدوري المصري. لا، انا برضه شايف مايلي. فخر لقاء يا كابتن سيفي. تمام. اللي بعده كابتن سيفي، افضل حدث رياضي في عام 2024. دور حركه اقول من غير لا، مفيش اختيارات. لا، ده سؤال بدون اختيارات. حصول احمد الجندي وساره الله على اجمل ميداليتين جم، واتمنى ان فعلا والبرونزيه كمان السيد. طبعا اكيد، بس يمكن هو احمد الجندي عايش مصر في لحظات جميله جدا. اولا الخماسي الحديث ده لعبه صعبه جدا جدا جدا, جداً. وقدر ان هو يتفوق، وبرده الحاجه الكويسه اللي احنا برده يا كابتن خالد بنقول ان احنا نتمنى نشوفها، ويعني وفي اتحادات نتعود منها، يعني اتحاد الخماسي الحديث. احمد الجندي السنه الدوره اللي فاتت كان جايب فضيه، المفروض كان فاضل على الذهب ثواني. لو تفتكر يا كابتن قلنا خلاص ذهب ثواني. الله عليك. فهي دي بقى المنتخبات، زي فاكر احنا زمان كان كرم جابر وقلنا نشتغل ونمشي بالزبط. فالناس دي اشتغلت. راجل بيشتغل على نفسه كويس جدا جدا جدا. صحيح. الاكثر من كده يا كابتن، بغض النظر عن ميداليه ذهبيه جميله، ان الراجل ده حطم الرقم القياسي العالمي بالظبط. ويمكن هاخد من كلام كابتن سيفي وسعرك كابتن خالد قبل ما اخش على السؤال اللي بعده، يمكن هسالك طبعا وتجاوب السؤال، ولكن انا من وجهه نظري دول الفعل الناس اللي محتاجين عقود بالملايين. بالظبط. يعني دول انا بالنسبه لي شوف لعيبه الكوره دي كلها كوم وارقامهم، انا بتهيألي جندي وساره والسيد دول فعلا يتعمل لهم عقود بالملايين. ده دول بأقل امكانيات يا كابتن. العالم اترفع. كابتن دول بيتمرنوا لوحدهم يا كابتن. لا، بس ما في نقطة واضحة ولا كمان. بيتمرنوا ولا في معد بدني ولا في مدير فني ولا تأهيل أداء. دول الأبطال. وحاجة جميلة جدا إن جهازهم كله مصري. يعني كل المدربين وبتوع التغذيه كل الجهاز بتاعهم جهاز مصري، دي حاجه كويسه جدا. الاهم بقى من كده يا كابتن ان الناس دي بتشتغل تحت ضغط، وكابتن خالد عارف ده، بيتمرنوا في اليوم 10 ساعات و12 ساعه على نفسهم يا كابتن. برافو عليك. ونظام غذائي، في اهالي قدمت سالتها من الشغل عشان تركز مع الابطال دول. بالظبط. بجد يعني بالظبط. تتفق ان ده افضل حاجه؟ لا لا لا، اتفق طبعا تماما. برضو وحصول برضو الزمالك على الكونفدراليه برضو من الحاجات اللي هي برضو فرحتنا في هذا الموسم. يعني اللي بعده كابتن خالد بقى. كابتن خالد، افضل حكم في الموسم الحالي، سؤال جاي على حصه كابتن خالد. احمد غندور، محمد معروف، محمد عادل، او ممكن ازود اختيار. عارف الاختيار ممكن ازوده مين؟ لا يوجد. لا يوجد. والله بص، هو التحكيم برضو في علامه استفهام كبيره جدا. وعلى فكره بقى، معلش انا هعقب بس حته صغيره سريعا عشان الوقت. لا لا، بسرعه. الحكام دي ليه بتنجح بره لما في الامم الافريقيه ولا بيعملوا ماتشات كويسه وراحوا ليه يا كابتن؟ واخد بالك؟ عشان الضغوط اللي هنا الداخليه. واخد بالك؟ ضغوط داخل بيلعب ماتش وعارف انه بعد ماتش هيتقال له انت عملت بالظبط كده. لكن هناك الراجل بيبقى بدون ضغوط. افضل حكم بيبدأ.
والله انا مش عارف، انا كان البنا، كان انا بصراحه كان من الناس اللي انا كنت بحترمها جدا. البنا كابتن زيفي. ازاي كابتن خالد البنا؟ لا البنا من الناس المحترمه جدا يعني. اللي بعده كابتن زيفي، افضل لاعب في الزمالك بالموسم الحالي، عمر جابر، زيزو، حمزه المسلوسي. سؤال صعب. سؤال صعب جدا. طب ممكن اختار اثنين؟ ماشي طبعا. عمر جابر احنا لسه قايلين كده، هتقول لي ثلاثة. لا بصراحة زيزو طبعا الرقم واحد. زيزو المسلوسي السنة دي مقدم بصراحة مستوى جامد جدا، خصوصا ان هو بيلعب في كذا بوزيشن. السنة دي كان من المواسم الجامدة جدا، أثر مع الزمالك أو كان ليه إيجابيات كبيرة قوي مع الزمالك الفترة الأخيرة، خصوصا في الكونفدرالية. كابتن خالد. لا زيزو عامل موسم ولا أروع، ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله ما شاء الله، يعني حاجة محترمة، ربنا يزيده. أصل كمان التزامه كمان خارج الملعب هو دوت اللي مخليه في استقرار في مستوى الفني. والمسلوسي انا مع الكابتن السيفي طبعا، ولا اروع طبعا، وخاصه مساك. لا بجد لا، لعيب ملتزم. تمام. اللي بعده سريعا عشان الوقت بيروح. اتفضل. لاعب يستحق المشاركه مع الفريق الاول بالزمالك، كابتن خالد، محمد السيد، احمد رفاعي، احمد عبد الرحيم، ايشو. لا ايشو لعيب كويس قوي، يستحق المشاركه. كابتن صيفي. رفاعي من اللعيبه الكويسه، واحنا البوزيشن ده الحته اللي في القلب دي من الزمالك السنه دي. السنه دي الزمالك عايز ان شاء الله. اللي بعده كابتن صيفي، النادي الافضل عالميا في 2024، مدريد، دورتموند، مانشستر سيتي. ريال مدريد الملكي. بصره. طبعا ريال مدريد. بصره. ريال مدريد. ريال مدريد. ريال مدريد يا جماعه. قولا واحدا. وانا كمان بقول ريال. قولا واحدا. السؤال اللي بعده كابتن خالد. كابتن خالد، المنتخب الافضل في العالم 2024، ارجنتين، اسبانيا، فرنسا. يا لو تكملوها، يا لو تقولوا نفس الاختيار. هو نفس الاختيار كابتن خالد. انا بصراحه لا، اسبانيا. اسبانيا. عشان اليورو. لا اسبانيا فرقه كويسه قوي. لا انا عارف ليه، عشان حضرتك مايل للشباب. واسبانيا لامين يامال. لا حضرتك انا عارف مايل دايما للشباب. لا فرقه جميله يعني. كابتن خالد بيحب اللعيبه الحريفه للشباب. انا بامانه لما جيت قلت لك اسبانيا طبعا يا كابتن. اسبانيا ليه؟ في شغل زي ما قلنا، المغرب بيعيد. انت عندك منتخب واخدين كاس اوروبا، واخدين الذهبيه بتاعت الاولمبياد، واخدين بطولة اوروبا تحت 23 سنة. فهم جايين كاس العالم الجاي هيزعلوا الكل. بتتكلم بس في، انا رأي الارجنتين، انا بحب ميسي فاعذروني. بس انت يعني بتتكلم الارجنتين عشان فرد. ايوه انا بتكلم عشان تيم. احنا المدربين تحديدا. وانا زي كابتن خالد عندنا الحتة بتاع الكابتن جوهري دي، اللعيبة تبقى